السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل صناع المحتوى الذين يهدفون إلى الرقي بهذه الأمة والحفاظ على الحقوق والحريات ونشر الوعي والثقافة في ربوع العالم العربي والشرق الأوسط. تنطلق أول فعاليات حملة إلا النقاب يا إدارة كواي على مساحة صوتية على تويتر السبت 31/12/2022 الموافق 7 جماد الآخر 1444 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. فضلا على الجميع أن يساهم بالنشر وأن يساهم بالتفاعل مع هذه الحملة. كيفية الانضمام إلى هذه الحملة تقوم بأخذ سكرين شوت للصورة في بداية الفيديو، ثم بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى جوجل، إلى صور جوجل، وتقوم باختيار الصورة التي ظهرت في أول الفيديو، ثم تحديد عنوان أو الرابط الموجود، تحدد الرابط، ثم بعد ذلك نسخ. وتذهب إلى جوجل كروم أو تقوم بالتوجه إلى الرابط مباشرة، تقوم بلصق الرابط الذي عملت أخذت له نسخ، وبعد ذلك تقوم بتفعيل زر التنبيهات حتى يصل التنبيه عند بداية الحملة، حفاظا على الحقوق والحريات وحفاظا على أخواتنا المنتقبات ونصرة لهذا الدين ونصرة لكل المحتويات الهادفة والراقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.